نسبة التجاوزات اليوم اللي موجودة في قضاء الدور وتعاون الأهالي ويا مديرية بلدية الدور اليوم، لقيتوا مشاكل، لقيتوا إشكاليات في رفع مثلا سياج أو رفع منزل أو يعني تجاوز المواطنين على الشوارع اللي دا تنجزوها حاليا في قضاء الدور؟ صراحة أني حسب يعني اطلاعي ويا مدراء البلديات البقية ويا الإحصائيات اللي تجينا عن طريق البلديات، قضاء الدور أقل قضاء بنسبة متجاوزين، يعني ما تكاد ما تعبر 10% من أراضي البلدية ومن شوارعها. نعم. البيوت اللي مبنية بالثمانينات منتصف التسعينات ممكن أكو بيها أسيجة متجاوزة على الشوارع، ولكن البيوت اللي انبنت حديثا أطلاقا ما بيها. وتعاون عالي من الأهالي وما حد اعتراض. ما لقيت مشاكل برفع مثلا التجاوزات؟ لا مستحيل أبد. لا نحن شفنا يعني صارت إشكاليات في بعض الأقضية في محافظة صلاح الدين، إنه لما نجت البلدية في سبيل أنه ترفع التجاوز اللي موجود على شارع حيوي لقينا أنه شوية صار اعتراض من قبل الأهالي. لا بالنسبة للدور ما شفنا هذا الشيء، متعاونين الأهالي بشكل ويا البلدية وما حد اعترض على رفع تجاوز نهائيا. بس يريدون خدمة، يعني هم يقول لك ارفع سياجي بس انطيني شارع، بس انطيني تبليغ، لأن الدور مهمل صار سنين. يعني مستبشرين خير بهذا الحملة اللي صارت عليهم والحملة الإعمار يعني القوية. أي حملة حد اعترض على سياجة أو على صحيات حملة الإعمار اليوم اللي نشاهدها في قضاء الدور، هذه مقدمة المبالغ مالية من قبل صندوق الإعمار، من قبل المحافظة، من قبل الأمن الغذائي، عدة جهات. أكو من صندوق الإعمار، وأكو من دعم الاستقرار من المحافظة. نعم. وأكو تنمية أقاليم كذلك من المحافظة. كلها أنجزت هذه المشاريع؟ لا المحددة. في قيد الإنجاز حاليا. أكو مشاريع متلكئة من إجهة سلمة المنصب؟ مشروع المجاري فقط. مشروع المجاري بسبب السلف؟ بسبب السلف، ويعني هو هذا المشروع أثقل كاهل المحافظة صراحة، يعني هذا المشروع كان المفروض يكون استراتيجي من الوزارة. نعم. من منح الوزارة أو رئاسة الوزراء. كان مبلغه عالي